زوجة أحمد السقا تستفز متابعيها بردها على انتقادات إطلالتها بمهرجان الجونة وتتعرض للهجوم مجددا. هنا زوجة أحمد السقا الإعلامية مها الصغير ما تزال محط اهتمام الجمهور بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بملابس مثيرة للجدل، حيث ارتدت فستانا زهري اللون مع جاكيت طويلة وواسعة، حيث اعتبر الجمهور بأن ملابسها غير ملائمة لهذا الحفل، ونالت الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة، ما دفعها اليوم إلى وضع حد لهذه الانتقادات والرد على الهجوم عليها، إلا أن ردها استفز أيضا الجمهور مجددا. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي النجوم. أحبتي يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. وفي التفاصيل، بعد تلقي زوجة النجم أحمد السقا الإعلامية مها الصغير الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة على إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قررت مها الصغير الرد على هذه الانتقادات من خلال نشرها اليوم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها بنفس ملابسها المثيرة للجدل، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: عندما يحكم عليك شخص ما فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع، يتعلق الأمر بهم وبشعورهم بعدم الأمان والقيود والاحتياجات. تعليق مها الصغير استفز مجددا شريحة من الجمهور الذين تناقلوا كلامها واعتبروا بأنه رد قاسي ومستفز لهم، وذكروها بأن الجمهور هو الحكم في النهاية على إطلالات المشاهير، حيث أن الآخرين هم من يستعرضون أزياءهم أمامهم على العلن والأضواء وليس داخل منازلهم الخاصة، ويحق بالتالي للجمهور إبداء آرائهم بما يرونه من إطلالات المشاهير العلنية التي تتوجه لهم. الإعلامية مها الصغير كانت قد ظهرت بفستان وردي اللون لم تظهر تفاصيله على الإطلاق بعد ارتدائها فوقه جاكيت طويلة وفضفاضة بالسير الرجالي، الأمر الذي اعتبره الجمهور غير مألوف ومستغرب. وتراوحت التعليقات الساخرة بين رواد السوشيال ميديا بأن زوجها قد أعطاها البليزر نظرا لبرودة الجو في الجونة، بينما قال آخرون بأنه أعارها سترته بغرض الحشمة وتفادي خلاف بينها وبينهم بكون الفستان عالي الأكتاف. في المقابل أوضحت لها الصغير بأن ستايل ملابسها اختارته من أحد دور الأزياء البريطانية الشهيرة، وهو من تصميم مصمم الأزياء البريطاني، ويصل سعر الفستان 950 دولار والبليزر 900 دولار ليكون مجموعهم 1850 دولار، أي ما يساوي 28,860 جنيه مصري. يذكر أن العديد من النجمات تلقين الانتقادات على ملابسهن التي اعتبرها الجمهور بأنها غير مناسبة لحفل افتتاح مهرجان الجونة، سواء بسبب غرابتها أو قصتها غير اللائقة. مهرجان الجونة السينمائي كان قد انطلق في دورته الرابعة مساء الجمعة تحت شعار الإنسان والحلم، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يقام منذ الجائحة، وتستمر فعالياته على مدار 8 أيام.